يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول في أقل من شهرين وقعت 8 زلازل في مناطق متفرقة من العالم، يقول وآخرها هذا اليوم في تركيا، فهل من كلمة يا صاحب الفضيلة عن هذا الأمر؟ نعم، هذه الزلازل آيات من آيات الله عز وجل، يخوف الله بها عباده، كالكسوف والخسوف والزلازل والرياح، هبوب الرياح الكثيرة، ثوران الغبار كما ترون، كل هذا منذر ومنبه للعباد أن يتوبوا إلى الله عز وجل. وجاء في الأحاديث أنه في آخر الزمان تكثر الزلازل، هذا من علامات الساعة، ذلك حينما يكثر الشر، يكثر الشر في الأرض، فإن الله يغير على عباده. نعم.